الله والصلاة والسلام على رسول الله. استقبل المسلمين غدا العشر الأخيرة من رمضان. حال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليلة. هذه الليالي فيها ليلة خير من ألف شهر، تعدل عبادة 83 سنة وأربعة أشهر. تقول عائشة: يا رسول الله، إذا كانت هذه الليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إيش الفرق يا أخوان بين المغفرة وبين العفو؟ المغفرة ممكن يغفر الله لك ذنبك، ولكن يبقى هذا الذنب في صحيفتك، ولكن إذا عفى عنك فهو يعفو عن هذا الذنب ويمحيه من صحيفتك. فحري بك أيها المسلم أن تعي أن هذه العشر هي عشر مباركة، فيها تتنزل الرحمات والمغفرة من الله سبحانه. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويحسن ختامنا، واجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.